مرحبتين بلدنا حبابة، وبلدنا المليانة خير ومليانة ثروات قيمة وغنية بالعديد من الموارد الطبيعية، غنية بالزراعة، غنية بالثروة الحيوانية، غنية بعديد الموارد اللي بتعيشنا مرتاحين في حياتنا سنوات جاية كثيرة شديد، وندك منها كمان للعالم. لكن لو عرفنا كيف نقدر نوظف مواردنا، لو قدرنا بجد نقيم حجم الموارد اللي عندنا، التقييم اللي بنقيمه ليها أو اللي بيقيموا ليها الناس برا بيكون أكتر بكثير من التقييم اللي بنقيمه ليها نحن أهل بلدنا. الأراضي الخصبة بتاعتنا وزراعتنا وتربتنا الصالحة للزراعة موجودة، المياه موجودة، مياه النيل، حتى الفطرة بتاعت كيف نزرع موجودة، مزارعين، أولاد مزارعين، دي حاجة موجودة عندنا من زمان. يعني عشان نقدر نوظف الحاجة دي، عشان نقدر ندعم بها اقتصادنا، عشان نقدر نطلع السودان من الأزمات الاقتصادية الحالية هو فيها، أعتقد ده جانب كبير جدا من غير ما نحتاج لأي زول من برا عشان يدعمنا. احنا هنطلع نشوف الشارع العام والحركة في الشارع العام الآن، في شارع المطار تحديدا الشارع الحركة منسابة في الشارع العام الآن، حركة المرور والسيارات وهدوء نسبي لبعض المارة كما نشاهد في شارع المطار الآن زي ما شايفين. وجود جهات النظامية المختلفة سواء كانت أجهزة شرطية ولا كانت المرور برضو موجودة، ارتكازات في الأسطوبات المختلفة، والحركة عادية لكن ممكن نقول هدوء نسبي زي ما انتم شايفين معنا. طيب نرجع معانا اتصال. الو الو، عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام، صباح الخير. صباح النور. منو معانا؟ معاك جمعة. منو؟ جمعة ثابت. يا جمعة مرحبا بك. يا جمعة من وين بتكلمنا؟ من الأبيض. مرحبا بك، متابع موضوعنا من البداية؟ أنا متابع موضوعكم بلحظة. نعم اتفضل. طيب يا جمعة كيف أحوالكم وصحتكم؟ بخير الحمد لله. والله شيء مؤسف يا بنتنا. نعم الوضع ده يعني وضع مأساوي لدرجة العقل لازم ما يتخيلها ذاته أصلا. نعم وموضوعكم شيق والله، وانتوا بعدين تتكلموا عن في مواضيع فعلا يعني حيه بالجد، لكن لا حياه الا من تهادي. نعم فالمساله دي يعني موجه الناس يا تو لوين، يعني اوضاع ماساويه بطريقه العقل ذاته ما بتخيلها نهائي. نعم فاكيد انت بتتكلم عن اراضي زراعيه. نعم واراضي اكيد لو جيت مسكت الاراضي دي الزراعة البوابير دي لحدها في لحد اللحظة اللي أنا بتكلم معاها حاليا في المنطقة الزراعية. نعم الغاز غالي غلات ساعد مبالغة. صحيح. أما البرميل بمبلغ وقدره كم وستين كم وسبعين مليون، وأراضي زراعية متوفرة، لكن الشيء المؤسف الإدارة، نحن ما عندنا إدارة. نعم ايوه صحيح، يعني هو سوء إدارة يعني الموارد دي وتوظيفها. يعني يا جماعة نعم احنا كنا بنتكلم عن انه سوء توظيف للموارد دي وكيف تقدر توظفها وتوفر لها الأساسيات اللي بتحتاج لها في الزراعة، اللي من ضمنها انت ذكرته الجاز. يعني لما توفر الجاز بسعر اقل للمزارعين عشان يقدروا يحركوا بيه ماكيناتهم وتركتراتهم دي عشان يقدروا يزرعوا ارضهم ويديك محصول وانت تحصده وتجني من وراه اموال، انت هنا بتدعم في اقتصادك. ايوه نعم مفروض تدعم. يلا تعال للاراضي السكنيه. نعم الليله لو دار لك قطعه ساكت دار لك قطعه
بملايين ممليونه. نعم صحيح. وين احنا وين؟ ده في عالم ان احنا كانه برا العالم. صحيح صحيح والله يا جماعة. الأراضي السكنية الآن بتقيم بالدولار، وتشتري قطعة بمليون الدولارات تجي تقارن سعرها في تركيا مثلا، تلقاها بتشتري لك 4 بيوت في تركيا. بالضبط. فشيء مؤسف والله. صحيح. وإحنا والله يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يصلح الحال ويوفق. ونحن والله يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. نعم. بأنه يصلح لنا الحال بأحسن ما يكون. السودان يرجع يعني الدولة الوحيدة اللي لها نيتر وملاحظة، الدولة يعني ماشي بتدهور اقتصادي ما طبيعي. صحيح. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا الحال ده ويوفق ولاة أمورنا للأفضل إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لمداخلتك يا جماعة. الإعلام ذاته وخليه يكون صوت يعني دور مؤثر. صحيح صحيح. أكيد والله ذاتكم أنتوا جدوا، أنتوا الإعلاميين جدوا أساسي من التنمية ذاتكم. صحيح صحيح صحيح. شكرا. أعطيتوا لنا الشلة الجميل والشلة المرضية يا أخي، وربنا يوفقكم ويصلح الحال ويصلح ولاة أمورنا ويصلح كل الشعب السوداني ويصلح لنا الحال دي بأحسن ما يكون يا رب. يا رب العالمين. شكرا شكرا لاتصالك يا جماعة. تسلم كثير والله، وتحياتي لكل من يزال عني. شكرا شكرا لك يا جماعة. بارك الله. فلما نتكلم عن اقتصاد، وخاصة حيكون الكلام في مطالبات بأنه الوضع الاقتصادي يتصلح، لأنه دي واحدة من الحاجات الأساسية في الحياة. خلونا نستقبل اتصال. ألو. ألو السلام عليكم، كيف الحال؟ تمام أنا شباتي. أيوة عليكم السلام والرحمة، منو معانا؟ معاني كوثر من تسلا يا أخي، مشتاقين. يا كوثر ازيك يا أخي، والله بالأكتر يا، كيف أخبارك؟ تمام. أنا بعدين حاشير رقمك من عمل الخليج، طبعا عمل ومعزة رقم أرقام ومعايا مواصلة معاه، إن شاء الله بشير رقم هناك رقمك منه. جدا ما في مشكلة في الكنترول، اديكوا لي وسي طوالي. إن شاء الله. يلا أول بقول سلامي الفارس الصنديد الصباح بيحمل الأعلام ويحمل بشريات العيد، سلام من زول دفق دمه رفع علمه وقاله شهيد ونايت يتحنى يا وطني ويفرح شعبك تبقى سعيد يا رب. سلام لثوارنا والأحباب ودير يلمتهم كذاب ونحن عقاريب الدراب تيل بتحدوا أي صعب. نعم. الله يتحية للثوار يا منال سباتي، لكن على الأسف الشديد إنه ثوار دفقوا دمهم وما لقوا اي يا منال عشان زول يحقق لهم مطالبهم. نعم. عشان زول ذاته يجيب خلفهم ويدافع عنهم. نعم. يا منال كباتي زمان حكومة البشير كان في الامن، حتى امن ما في، لا جاز لا تعليم لا زراعه لا غاز لا كهرباء لا مويه. يا اخواننا بصراحه المواطن السوداني بقى محاصر بالازمات الاقتصاديه، والشعب السوداني بصراحه عانى ما عانى واخذ ما سوى الكفايه والناس خلاص. نعم. انا والله بحيي الحرزاوي وبحيي الطيب علي عمر واسماعيل حسب سيده واحمد المبارك، كلامهم اللي قالوه ده كله كلام. نعم. انسان بالصح، انسان يعني ضاق المره وعارفين انه في داخل البلد في شنو. نعم. بعدين يا من الكباجي طبعا في كسلة هنا، نحن عندنا الناس بتزرع نصهم بالجاز ونصهم بالكهرباء. اول شفت المزارعين اللي بيزرعوا بالجاز بصراحة اصبحوا والله العظيم دار اقول لك حاجة، بيعانوا من الجاز معاناة شديدة. صحيح. تخيل يعني الليلة صباح الليلة ده الجرجير البيض ب8000، الخضرة ب10000، الطماطم الصفيحة ب7000، البطاطس الشوال ب22000، البامية ب9000، العجار ب15000، الليمون من كان 26 الليله نزل 8، يعني ده كل الارتفاع ده عدم توفر الجاز. نعم. بعدين يا اخواننا الناس بتراعي يا اخي، دي اول حاجه دوله مسلمه يا من الكباتي بس بعيد. نعم. الناس مفترض تتعامل ذات اول حاجه ترجع ربنا، ده في القران قال كده. نعم. يا من الكباتي. نعم. انا دار اعرف حاجه واحده، انت ما دام انسان قاعد ومسؤول، كل مسؤول مسؤول يعني كل انسان مسؤول عن رعيته. نعم. طيب كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. ايوه انت طيب مسؤول على شنو؟ ما دام يا منال نحن بيحكمونا ناس بيضعوا بيحطوا القانون على الرفوف ويتعاملوا في السعوديه. نعم. اغتصابات سرقه نهب، احنا شاهدنا دول الجوار دي كلها، ها؟ بيتم قاعد يحصل في السودان ده ما في.
ما في امن، ما في رقابه لا في الاسواق لا ثاني لا ده. كويس معاك؟ يعني الدول الافريقيه دي كلها اضعف غانا من السودان، لانه ما قاعد يطبقوا يمسكوا المتهم ويتعاملوا معاه بالجديه. في اختطاف، في قهر البشر. ها؟ نعم. احنا عندنا الزراعه وعندنا بيقول لك السودان كانت رزاعه العالم، لكن غير الانتاج، الانتاج بعد ما يتحصلوا عليه ويصدر لدول الجوار دي حاجه معروفه لا نعرف نتائج ولا اي شيء. بعدين في الحاجه الثانيه عندنا الغزليه، عندنا الجهويه، ها؟ عندنا العنصريه، اي واحد شايف نفسه احسن من الثاني، والله الحاجات دي لو ما اتزالت من غلغل الرجل السوداني ولا الشعب السوداني، السودان ما بتقدم، اي انسان شفته نفسه عزاه. نعم. السودان ده لما رفعوا علمه ما رفعته قبيله واحده، الناس دي كلها ماتت تدفقت دماء، ها؟ في ناس يمكن اجدادهم فرنسيين، في ناس اجدادهم جايين من دول ما بنعرفها، لكن الليله الواحد يقول لا والله ده كله انا السوداني. طيب انت الدوله؟ طيب انت الدوله انت خد عندك سودان يا اخي، اخدم وطنك بحق، ارجع لكتاب القران، شوف ربنا ده في القران قال شنو؟ نعم. عندك مغتصبين، ما بتجي تعز المتهم، ما بتعز الحرامي، ها؟ ليه بس في شنو ذاته؟ يا اخي اتعاملوا عليكم والله، خلوا الناس دي تكون قاعده في امان، وامان ما في كمان، حكومه البشير في امان، حتى ما في امان، هم دقينا طالعين الشارع، طالعين الدكان الا نشيل معانا عصايه زيت داخلين الغابه، ليه؟ ليه 200 يا ابن الكباتي؟ والله انا ما بقتل عليكم، مواعيد النصر جات، وتحياتنا لمحمد حسين ولايمن عبد الله ولمصعب احمد النايل بالسعوديه. نعم. وغايه ربنا ان شاء الله يجيب الفوق خير، لكن بس حاله صعبه شديد، حاله صعبه صحيح شديد والله، والله صحيح. العظيم ان شاء الله القانون يبقى قانون عادل. يا رب يا رب والله. يا شكرا، شكرا لك يا كوثر، شكرا لمداخلتك معنا. حقيقه يعني الحال يغني عن السؤال. كل المداخلات بتتفق مع الكل في مبدأ واحد، إنه المواطن السوداني بيعاني من أزمة اقتصادية طاحنة أثقلت كاهل المواطن السوداني، وصلت خلينا نقول دخلت مع بعض اللحم الحيزاته لأي أسرة لأي فرد. الزول بقى بنوم وبصحى شايل هم بكرة، هل أنا بكرة همشي السوق ألقى الطماطم ولا العجور ولا البصل ولا غيره من الخضروات ولا غيره من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية زايدة؟ يعني أنا يومي لازم أعمل حسابي إنه الحاجة اللي أنا بدخلها في اليوم لو كنت أنا بشغال باليومية لازم تكون ضعف الضعف لبكرة. يعني إذا أنا الليلة بشتغل بستين أنا بكرة أشتغل بتسعين، عشان أنا بكرة الستين دي لما أمشي بها السوق ما حجيب لي، ما حجيب لي حق يوم الليلة، ما حجيب لي حق حلة ملاحي، ما حجيب لي عيش معي، ما حجيب لي حاجة لأطفالي. ناهيك عن إنه ممكن يكون في أطفال في البيت، حق مدارس، عندي طفل طالع المدرسة الساعة 7 صباحا عايز عيش، أنا همشي الفرن الساعة 7 صباحا ولا أمشي قبليها 6 ولا 5 أنا ما حلقى أصلا عيش في الفرن، وأنا عندي طفل ماشي المدرسة حيقضي نص يوم في المدرسة محتاج انه يأكل محتاج انه يتغذى، لكن انا ما عندي ليه وعيش، مش عشان انا ما عندي قروش، مسألة قروش دي كمان مسألة برا، عشان انا ذاتي بقروشي ماشي الفرن انا ما لاقي عيش عشان انا اكل طفلي. وممكن يكون ما طفل واحد، وممكن يكونوا 5 اطفال، وممكن يكونوا 7 و8 ويصل مرات ل10، وانا ذاتي حاجتي اللي بمشي بطلعها من السوق دي على قدري وعلى قدر عيالي ومرات ما بتكفي. وبتستغرب انه حيحصل شنو؟ انا كيف حعيش يومي بكره؟ انا كيف حفكر انه ليه بعد بكره ذاته انا عندي ولا ما عندي عيالي؟ ده حياكلوا ولا ما حياكلوا؟ ولا حينوموا جعانين ولا هنعيش حياتنا كيف؟ الناس بقت ما قاعد تنوم، تحط راسك في المخده انت شايل هم بكره، وتقول بس يا الله يا رب يا رب الصبر من عندك، لانه ما في حل. انت هتعمل شنو غير تقول يا رب يا الله؟ ما عندنا حل غير انه نرفع يدينا نقول يا الله. احنا مباشره هنتكلم عن موضوع 30 يونيو ذكرى الثانيه، والان سنتين مضت على ثوره ديسمبر المجيده او على ذكرى 30 يونيو تحديدا. واليوم في هذه الذكرى احنا بنتكلم عن متطلبات بتاعت مرحلة جاية ومرحلة قادمة لنا إحنا كشعب سوداني. معانا اتصال. ألو.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟ محمد حامد الدندر غرية كامران. مرحبا بك يا محمد وصباح الخير عليك. متابع موضوعنا من البداية؟ تكلم عن 30 من يونيو. نعم، الذكرى الثانية من 30 من يونيو. والله نتمنى انها ذكرى طيبة وتمر بسلام. نعم. والناس تكون يعني حذرة في هذا اليوم. نعم. لأنه نحن يعني معانا معلومات كثيرة إنه في ناس متربصين بإنه يطيحوا بهذه الثورة المجيدة، الثورة العظيمة. نعم. الثورة التي يعني لسه نحن يعني بنفتقد للمحاكمات العادلة التي تأخذ لكل الشهداء حقهم. نعم صح. وحقيقة ما إحنا دارين اليوم ده يكون يوم يعني يوم ذكرى، ويوم ذكرى لهم هم ولروحهم الطيبة، وليس يكون نقد ويكون يعني نفقد هذه الثورة العظيمة. نعم. التي افتقدنا من خلالها شباب نيرين، شباب كانوا ممكن يحملوا لنا الكثير لبناء هذا الوطن العزيز الغالي علينا جدا. نعم. ويعني وبرضه يعني بنتمنى انه الشفاء العاجل للمصابين، وبنتمنى يعني العوده للمفقودين، وبنتمنى انه الناس تكون واعيه لهذه المليونيه. صح. يكون يعني الناس يكون عندها فكر انه ويكون في متربصين. يعني حقيقه نحن عندنا ناس يعني حقيقه عارفين انه هذا اليوم يوم احتفائي، لكن في ناس دايرين انه غير كده. نعم. يعني الصراحه دي نحن بنقوله من بالله الشباب بالصوار، واي زول ثوري انا بقول في اليوم ده ما يخرب. نعم. لانه في ناس بيقودوا هذه المال، هذه الفرصه. نعم. وبيحاولوا مثلا يشوهوا فيها، وبيحاولوا مثلا يخلوا الثوار دي ينقلبوا على بعضهم او على ثورتهم. نعم. والناس تكون واعيه الحته دي، ويكون ذكرى تكون ذكرى حقيقه. ونحن دايرين من هنا يعني الواحد يعمل توصيه لكل الشباب والثوار، الناس اللي كلهم بيطلعوا. نعم. انهم يكونوا ناس واعيين، لانه انت قلنا بنبنيه، بنبنيه كيف؟ بنبنيه لازم نبنيه بالفكر، لازم نبنيه حرية التعبير في الرأي، وليس في المعاملات وليس في الأسلوب. يبقى نحن لازم يكون عندنا حنكة حتى نقدر نطلع من اليوم ده بسلام، لأنه في ناس في اليوم ده يعني عندهم أهداف ثانية بيحققوها. صحيح. ونحن نكون واعيين للحتة دي. صحيح. حتى إنه ما يدفع الثمن غيرنا، لأنه في حقيقة في اليوم ده في ناس بيدفعوا الثمن. يعني ويمكن في ناس عندهم متربزين بهذا اليوم وعندهم اهداف دايرين يحققوها في هذا اليوم. يعني الناس المفروض تكون ناس واعيه، يكون يوم صح للاحتفائيه. نعم. وليس للنكد وليس لانقلاب الثوره على بعضها. ويعني برضه يعني الناس تكون يعني عندها الحيطه والحذر. نعم. لانه هذا اليوم في تربص به، ونحن عارفين الحاجه دي. صحيح. وبيكون في ناس مسللين، يبقى نحن عشان نكون واعيين للحاجه دي ونكون عاملين حذرنا شديد. ويعني بس المهم يعني انا بطلب لو في توعيه للشباب ديل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت شيء، يكون في توعيه لاي زول حادب على مصلحه هذا البلد وحادب على انه يكون في تغيير في هذا البلد. نعم. انه اليوم دي عدى على خير. نعم. والناس ان شاء الله ربنا يعني يا رب يحقق لنا كل امانينا. نعم. ونشوف بلد فيه سلام وامان وحريه وعداله، وتتحقق فيه كل المطالب. يا رب. لكم التحيه والتقدير. محمد حامد احمد غريه كامراب عليه الدندر. شكرا. شكرا لك يا محمد حامد. لما نتكلم عن يعني سلبيات ونتكلم عن معالجه الاخطاء، وخلونا نتكلم عن انه دائما ما اي زول ممكن يتكلم عن معالجات لأخطاء وسلبيات يجب أن نشوفها ونعايلها، ولازم ننظر لها عشان نقدر نعالج بخطوات جادة وملموسة على أرض الواقع بالنسبة للمواطن. ده ما بيعني أنه أي زول يتكلم عن معالجة أخطاء وسلبيات هو ممكن يكون ضد الحكومة أو ضد الفترة الانتقالية أو ضد مسؤول ما أو ضد موظف في حكومة ما أو أيا كان. لا، لما تيجي تتكلم لزول عن أخطائه ممكن تكون شايف من زاوية برضه هو ما شايفها. ممكن تقول له أنه الحاجة دي غلط لأنه أنا عايش وضع
انت ما صححته لي، فمعناه انت بتعمل في حاجه غلط. معانا اتصال. الو، السلام ورحمه. مرحبا. عليكم السلام ورحمه. مبارك صباح التحيه لك والتحيه للتيم العامل معك. مرحبا بك وصباح الخير عليك. منو معانا؟ معاك الامين احمد طيب الحسنات. منو؟ الامين احمد اللمين. طيب الحسنات. يا الامين، اهلين يا الامين، كيفك؟ والله تمام نحمد الله، كيفكم وكيف احوالكم؟ بخير والله الحمد لله. تفضل. يعني انا بجيب يعني بكلام اخونا حرزاوي واخونا طيب عبد العمر. نعم. يعني تكلموا الناس دي كلها الخشيه تكلمت بحرقه يعني. نعم صحيح. في زول قال والله يا اخي الحمد لله ان احنا عايشين كويسين. صحيح. كل الناس يعني عايشه في مؤاساه، مؤاساه ما يعلم بها الا الله. صحيح. احنا والله يعني فقدنا الامل في الثوره دي، يعني فقدنا الامل عديل والله. انا احد الناس كنت في المظاهرات، واحد الناس كنا في الفترة الأولى بتاع 30 يونيو طالبنا فيها بإبعاد بعض الوزراء وإبعاد الولاة. نعم. لكن جابوا أسوأ من كان قاعد. جابوا قدوا أسوأ من كان قاعد. نعم. يعني أنت ما ممكن تجيب لك يعني الفشل، يعني الفشل الفشل هو لا، لأنه عدم الرجل المناسب في المكان المناسب. وأنا يعني معلش بدون تحيز أو بدون هنا يعني الخلة قناة الهلال تنجح النجاح الظاهر اللي احنا شايفينه، واسي اي مرخاب واي هلالاب واي دول بقى يشتغلوا واي بيت تخشوا تلقى جوا قناة الهلال، وفي ناس بتتصل بيقول لي يا اخي انت بتخش كيف؟ ورينا وانت مرخاب وكذا. الناس كلها اتجهت لقناة الهلال لانه قناة الهلال بامانه يا معلش بس اديني فرصه. نعم. خدوا المذيع في مكان المذيع، المخرج في مكان المخرج. اول حاجه خدت فاطمه الصالح هي ذات اعلاميه ماهره كمديرة، وخدت أي دول أي شخص في المكان المناسب له. نعم. في بعض الغنوات يا منال. نعم. واحد يبغى يخشوا كمدير، واحد يكون قاري يعني اقتصاد، يعني ما عنده علاقة بالإعلام، عشان كده ما بينجح، عشان كده قناة الإعلام. احنا عايزين الثورة دي، فقلت لنا الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني ما ممكن تجيب لك زول كان ماسك سلاح وقت وزير مالية، ما ممكن تجيب لك أستاذ طباشيرة كنت وزير صناعة. نعم. بدي في محله. احنا والله قمنا. نعم. وابنائنا ماتوا من اجل هذا الوطن. لكن للاسف يكون حاجة ما لقينا. الموهبة يعني. الموهبة دائما بتلعب دور كبير يعني. يا 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 لمين ما يعني الدراسة دائما، أو خلينا نقول الموهبة دائما بتثقل بالدراسة بعد ذاك. يعني ممكن يعني تكون أنت قاري مجال لكن عندك موهبة تثقلها بعد ذاك بدراسة، بوعي، بممارسة، بإدراك لقيمة المهنة ذاتها. يعني ففي ناس كثيرة ممكن يكونوا ما دارسين إعلام لكن عندهم الموهبة وعندهم المقدرات، وغير الإعلام ده فيه كثير من الجوانب المكتسبة ذاتها من عبر الممارسة. عليك ما انت قريت 4 سنة ولا 5 سنة إعلام، إذا هو عمل كورس 6 شهور هل بتتساوي سوا؟ نعم. ما بتتساوي، لأنك انت قريت 4 سنة وخشيتي ما خشيتي وقعدتي مع مخرجين ومع مذيعين وقمت وقعدت الفترة دي كلها بتقري لحد ما شديت حيلك وجيت بقيت مذيع في قناة الهلال وبتقدم برامج أحسن برامج. الناس بتجيب فيها. لكن انت الليله ما تقلت لنا وزير مناسب في المكان المناسب صراحه. يعني انت الليله عندك خلاف، يعني الثوره على مجلس الوزراء ولا مجلس السياده في اختلاف كبير جدا جدا. احنا حاسين وتعرفوا يعني نحن زارع الوساطه بتاع الدول دي. نعم. اللي لنا المشكله بين مجلس الوزراء والسياده. وهو اللي يقول لك يعني نظام البايد، النظام البايد ما قاعد يدينا الفرحات مع النظام البايد، ونما هون المؤتمر الوطني عدتهم ونما عدتهم المؤتمر الوطني وعدتهم ناس البشير عبد الرحيم محمد الشيخ وجابوا ناس. نعم. دبلو ده قدوهم ودوه فريق ودوه هنا. ده ما قاعدين عشان كده في خلاف، يعني نحن ما ممكن لان الخلاف ده لو في البيت، لو في البيت الاقوام مختلفين ما بيمشوا، المرأة والراجل المختلفين ما بيمشوا. نحن والله فقدنا اي، فقدنا الثقة في الحكومة. يعني الليلة يطلع عليك وزير رئيس الوزراء. نعم. هناك يا اخي فيه وفيه ونحن حنعمل اللي نحن حنسوي، وغش الناس بثمرات، غش الناس قالوا في بطاقات دعم للاسر الفقيره، غش الناس انه في سلع عديد، غش الناس انه في يعني محلات فتحوها للبيع الرخيص، ما شفنا حاجه. قالوا انه اي زول ما عنده بطاقه علاجيه يجيب صورتين ورقم وطني، نمشي يقول لك والله اسمك سقط، ما
يعني ما كله كذب في كذب في نفاق الناس فقدت الامل فقدت الثقه في الثوره بالذات. نعم. وين العلاج؟ احنا دارين والله احنا ما دارين حاجه كثير. احنا دارين ناكل نشرب نتعالج نتعلم من ذاتنا يعني يقعونا في يوم من الايام. صحيح. يعني ما دارين حاجه ثانيه. صحيح. ما دارين لنا نعمل لنا طياره ولا نعمل لنا شركات ولا نعمل لنا هناك. اكيد لو شربنا ده بس على الاقل يكون متوفر ودوانا ونتعالج ونلقى مستشفيات ذات الزول لما نمرض يخش عليها ويلقاها ويتعالج عندها ويلقى الدواء الدايره ذاته متوفر الدواء الدافع بقروشك. خليه كمان الدواء المجاني المفروض يكون متاح ومجاني لكل الناس. ما في دواء ما في دارين مجاني التعليم دارين مجاني الصحه دارين مجاني صحيح مجانيه التعليم كذلك. انا اقول لك انا بتكلم لك عن نفسي انا في احد الانقاذ كنت بصرف 550 معاش انا معاشي بمشي اصرفه من طيبه بمشي لحد بحري الشعبيه بصرفه بجي باشا بحري سوق بحري بشيل خزاري بشيل لحم بجي مرتاح في امانه الله ما كنت شارب 20 يعني 20 عيشة ب 20 جنيه الليله الخمس عيشات ب 125 جنيه عندنا في طيب هنا العيشه ب 25 جنيه والله يا منال خمسه ما يكفي يعني خمس عيشات انت ما يكفي فالبلد دي ماشيه في حاويه ماشيه من بينقذها نحن والله نتمنى انه يقوم انقلاب عشان نحن نرتاح عشان هم يجيبوا ناس كذابين يطلعوا رئيس الوزراء يقول لك نحن حنعمل وحنسوي وفي ثمرات يعني هذه الليله نحن مقدمين رسائل انه استلم قروشي ودعمك من المنظمات وثمرات بتاع تضرب على الرقم كده كده تضرب على الرقم كده كده لما تصحى كده تسحب تضرب على الرقم 21 تضرب له ما في زلمه معاك تلقى رصيدك معاك تضرب على الرقم 111 تضرب معاك حاجه كذب في كذب في نفاق في ذله في هوام. اذا ارقام زي دي المفروض تكون مجانيه لا تعمل لي بقروش. والله ما مجانيه ولا هم هنا بيسحبوا رصيدك. يعني انا رقم داير بستفسر منه عشان عندي خدمه انت دار تقدمها لي كمان تعملها لي بقروش؟ والله قلت لك يعني اقول لك اتصل هو ما مجان يسحب رصيدك ما في زول بيتكلم معك ما في زول بوجهك ما في زول يعني كل الشبكات اللي جات الرسائل اللي الناس قامت وجرت ودخلت رصيد عشان تعرف قروشها وين وثمراتها في وين وقالب الدولار وبتاع للاسف انه ما ترد شويه تيجي رصيدك يتسحب بقى بقيت ونفاق وكذب والناس فقدت الامل يعني انا والله بكل صدق وبكل امانه بحيي اخونا وصديقنا عرفنا العلاقه عشانه اخونا قمر الدوله المصباح وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله الرئيس ده كله ما يخش هو الطيب علي عمر اشكره شكر الجزيل بيتكلم عن مشروع الجزيره مشروع الجزيره ده يا جماعه احنا والله لو انتهينا انتهينا مشروع الجزيره اللي بقوا 10 بالسيد كمان نعم مشروع السيف الشماليه ومشروع كل الزراعي ومشروع القرير ومشروع نوري والرحل ومشروع الفاو ومشروع البرقيل كل المشاريع دي حتى مشروع حلفة الجديده حتى المشاريع المحجرين المناطق المحجرين يعني بقت مشاريعهم ما في مويه ما في حاجه الناس هاجرت زاد من هاجرت من مشاريعهم بقت تجي العاصمه يعني بذلوا لقمه عيش يشتغلوا يعني انا بحيي اخونا والله نمر الدوله طيب عمر بناشي لانه هنا ابناء الجزيره اولاد الجزيره جلود جدود مصونين في الجزيره وانا الربوه شفتها والله اخونا قمر الدوله شفتها منطقه جميله جدا على النيل بين الرياض واركويت العزازه شفتها منطقه طيب عمر زين ما يعني ناس اولاد مزارعيه واولاد مزارعيه اولاد مزارعيه في مشروع الجزيره ما جاء لاجئين للجزيرة ولا جاء لاجئين عشان يكونوا في الجزيرة، زيد بن عاصم محمد، خلينا احمد قال لك مشروع الجزيرة يقول له 10 مسكين. نعم. وين الناس تعيش من وين؟ تجينا لسه باخر الليلة باخرتين ثلاثة ترى خلاص يقطعوا مننا نمشي وين؟ يا اخي ارجع للزراعة، ارجع عشان نحن يكون عندنا امل، عندنا تفاؤل، عندنا حب في الثورة دي عشان قمنا عملناها ما 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 نتخزن. يقولوا ها دي ما ثورتكم زي ما بقولوا لنا، قولوا انتم قلتوا الحرية، عايزين الحرية. الحرية. وشوف انت حريتنا دارنا احنا عايزين حريتنا دي تمشي وحريتنا تكون يعني نهب وقلق وتدعم خط وما عارف شنو ما يعني كل يوم نحن توصل لنا حاجه جديده يعني ظلم كنا بنعانيه من صحيح من قبل فكانت الكهرباء شغاله المواصلات شغاله الحاجه رخيصه شغاله وين الثلاث سنتين دي نحن والله بقتلنا لو كان 60 سنه للانقاذ اكثر منا نعم. يا اخي انا والله بحيي الاخ الصديق الرجل الكريم طيب علي عمر واسرته اخونا احمد المبارك واسرته واخونا الرجل الكريم والاخوان المعتصم محمد الحسن
وقال لي اخي تحيه لك ولوزير الخرطوم ولابنائك، تحيه لاخونا محمد حسن عبد الله بالتصابيح حياتي بيهم الوحده وفتنا فايزر وضيف عبد الله اشعر الشبكه، والشبكه ذات بقت اسوء من الحكومه واسوء من الكهرباء والمويه. كل ما تتصل تجي قطعت الشبكه، تتصل لزول ما في طريقه يعني. صحيح. تصبح الشبكات، تحيه لاخونا يا اخي عباس واخونا ميرحة تشديده، والتحيه لكل اصدقاء المجال الازرق على راسي واخوتنا الشادي في زنقله، التحيه والتقدير للزوجه العزيزه جون محمد حسن الله والابن احمد طيبه وكل الجيران والشبان وربنا يوفق السودان جزاكم الله خير. يا رب العالمين، شكرا لك يا الامين، شكرا. المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة العاجلة للمفقودين والمغيبين قسرا. لما نقول عرس الوطن 200، عرس الوطن حيكون يوم نقدر نجيب حق الشهداء، يوم نقدر نقول لأم كل شهيد، لأم كشا، اليوم عباس، واليوم حسن، واليوم محمد عيسى، ولما نقدر نقول لكل أمهات الشهداء الليلة قدرنا نجيب حقكم، الليلة حققنا العدالة، الليلة جبنا قصاص الشهداء، كل الشهداء اللي توفوا الليلة قدرنا نحقق عدالتنا واستقلالية العدالة عندنا. ألو، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير عليك. الله يبارك. الله يخليك. صباح الخير عليك. معك صبر الطاهر. فضل. صبر الطاهر. منو؟ صبري الطاهر. صبري. نعم. مرحب بك يا صبري الطاهر. مرحب. سمعت موضوعنا من البداية؟ نعم. طيب. اتفضل يا صبري. اولا الناس اللي قاعدين بينك وبين نفسك، صبري معلش لو تعلي لنا صوتك شوي لانه ما قادر اسمعك. اوكي اسمعي كلامي. نعم. الناس اللي سرقوا صور تحت الشباب دي جايين من وين؟ جايبينهم من اوروبا وقاعدين في محلات البارده والمرطبه يا قول الجماعه. لا داقوا سخانه لا شافوا شمس لا داقوا ده لا داقوا ده. نعم. شيء تحس بالمواطن المسكين العايش في قنبلته او العايش في سمايو او العايش في سوق اللفه. نعم. وينزل يجينا برا يشوف الحاضر شنو، مش حمدك حمدك ده اساسا ما منه رجع، لانه اساسا هو جاي من محل ما عارف الحاضر. نعم. لو كان مرق اللي برا هو اول تجار واول ناس البنى التحتيه الناس منه كلهم قاعدين، الراجل المشاهد بالاسمنتي والمكيف واحد جاز لو قطع بكبره يدمر نحن. لازم لو تصعب كنت معاي. الو الو الو. ايوه معاك يا صبري، بس علي لينا صوتك شويه لانه الشبكه. طيب. عندك. طيب اوكي. قلت طيب. لك الجاز بكبوه من دمنا نحن، الغاز بكبوه من دمنا نحن، اي نعم. حاجه تبقى من دم المواطن، هم سووا نعم. شنو للمواطن؟ نعم. ينزلوا تحت يشوفوا المواطن ده حاصل على شنو، يشوفوا المواطن ده حاصل منه شنو وصدر منه شنو عشان هو الجازة الجزء زي ده. نعم. نحن يا اخي الواحد بيبقى يصرف في البيت 5000 ولا 2000 جنيه او 3000. صحيح. المرتب كم؟ يعني بقول تصرف في البيت اليوم 3000. صحيح. انا كان موظف مرتبتي 15 20 30. نعم. المواصلات بقد كم؟ صحيح. طلب الفول عشان امشي اخذ في الوزاره وفي المصلحه الحكوميه. طلب الفول بقى بكم؟ نعم. طيب يا اخي ما معقول يعني. صحيح. ما معقول البرج العادي بتاعه ده ان شاء الله بركه جاه المصطفى بركه عزته في سماه يتكسر بقلوب خرسان وقلوب بساحب واحد. لانه قلوب من دم عظم المواطن. نعم. قلوب بيمون دم المواطن. نعم. ينزل يشوف الحاضر شو. نعم. وربنا الله يرضى عنه في الجبل الارض. نعم. لان نحن يا اخي مساكين الواحد ما عارف يسوي شو. والله. صحيح. والله والله الدول اللي معاه الاولاد الصباح ما يقدر ياكلهم زين. نعم. ثاني الوقت امس برضه نفس الكلام.
الله الله المستعان. ربنا ربنا يعين يا رب العالمين. نعم ودي ربنا و... يعين. ربنا يعين نعم، لكن هو انه نحن دير ربنا يعيننا. نعم صحيح، ذلك ذلك الغير منه السبب اطلع ذلك منه قدام. نعم. الخطاب صحيح، مش الجوع والانفلات الامني. هسه الانفلات الامني كل من صار له في الغالي ما بيقى في الخرطوم. الجوع والكلام والطرد الضغط المعيشي كل من صار له في الاغاني، والاغاني برضه في النهايه دوله السودان. نعم. يقول لك ثمرات، ثمرات شنو؟ طيب ما بعرف ثمرات في اليوم في الشهر 5 دولار، 5 دولار يعني كم؟ 2 مليون؟ شنو يعني 2 مليون اذا كان في اليوم مرتك السنين؟ رجعت الاولاد. 5 دولار في الشهر. يعني 5 دولار. ما داري 5 دولار؟ ولا داري منه ايش؟ داري منه يخطوه ولا حتى يعني احنا يجي من يصلح. نعم. يجي من يراقب السوق، يجي من نفسه طيبة الدولة. يجي من يوري الناس العين الحمراء عشان المواطن يعرف حقه وواجبه شنو؟ في المدينه شنو؟ ما حقه واجب. انت عندك واجب بتقضيه، عندك حق بتاخذه. لكن احنا انت حاليا بس مدنيه، اوكي خلاص مدنيه، المدنيه المفروض تتخرج دي مدنيه؟ وين القانون البحث المدني؟ داخل السوري وين البحث العسكري داخل السوري؟ وين كله وينه؟ قاعدين تافه شو هناك؟ سابق لنا المؤتمر باريس. سبقونا محل الديون، سبقونا السلام، سبقونا ما اعرف الشغل ده كله خارج الشعب السوداني، الشعب السوداني لما صار على البشير ده كله ما كان فيه. نحن كان زيادتنا بالخمسة جنيه والعشرة جنيه. نحن زيادتنا بالكم؟ الان قالوا ان البنزين لما نستلمه كان ب 28 جنيه. في ثلاثة سنة بقى 1305 مقابل ماذا؟ نعم. وضغط والتعدين بيشيل في الجالون 400 جنيه. نعم. وهذا المادة عند المحتاجين، عندنا خط البترول الشرقي ده الو ايوه، عندنا خط البترول الشرقي. نعم. الشرقي بتاع بترودار ده. نعم. الخط ده داير 120 مليون بتاع المجمع، المجمع فوق الخام. نعم. مأجرينه للجنوبيين. عندنا ابار مقفله في جنوب الرواد، الابار مقفله ومحرسينها الجيش، ابار بتاع الدفاع السوداني مقفلينها. نعم. على شو؟ لاجل ده شو؟ الريس الريل عشيبة قفلت البحر. نعم. لكن بس البترول ده، البترول الجنوب السودان ما كان بيحل مشكلتنا الضيقة المعيشية. نعم. لأنه حلوا لنا بقروش الخواجات. الخواجات لم تحل المشكلة. حلها برانا ونمر الصلاة صلى دي. نعم. لكن نحن نقول الله المستعان. ربنا يا رب يا رب العالمين، ربنا ربنا يصبرنا، ربنا يصبرنا. شكرا شكرا لاتصالك يا صبري كنت. شكرا. في برضو جانب جبال كنا بنتكلم فيه عن انه كوننا نتكلم عن الازمات الاقتصاديه والمشاكل اللي بيعاني منها المواطن السوداني الان والاقتصاد، ونوجه رسائل ونوجه حتى انتقادات لسياسات الحكومة، ده جانب انه احنا ما حنسكت عن الغلط. يعني لو في خطأ في مكان ما، لو في حاجة ضاقت بينا، لا حنتكلم، حنقول، حنعبر عن رأينا وحنعبر عن آرائنا، وحنقول الخطأ في الحتة الفلانية عشان الخطأ يتعالج، السلبيات كذا وكذا وكذا وكذا، وحنوصلها لأي زول لأي مسؤول إن كان، حنوريك خطأك وين، وحنوريك المشكلات اللي احنا بنعاني منها وين، عشان انت تعالج لنا، عشان ده واجبك. معنا اتصال. ألو. رحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير، منو معنا؟ صباح النور، معك محمد حسين المسلمات ماريان. مرحب بك يا محمد حبابك. متابع موضوعنا يا محمد؟ متابع موضوعك اللي هو المسيرة المليونية طبعا. نعم. الموضوع تحول لحالة اقتصادية سيئة. صحيح. نعم. يعني الناس بظروف الحاصة في البلد كده. نعم. وكانوا بعملوا في الثورة دي يعني عمل كبير جدا، إنها كانت تخرجهم من الحالة الأخيرة اللي حصلت من مقطوع البسيط. نعم. إلى أن الحال ازداد سوءا وسوءا وسوءا، لدرجة إنها يعني فاقت كل التصورات وكل التوقعات. نعم. بسبب واحد بس، زي ما قال لك المتصل السابق، غير حاجه الثوره دي لما قاموا الشباب دي قاموا بالثوره، قاموا عايزين يعيشوا حياه كريمه في تعليم وفي صحتهم، حتى في يعني المواد الاستهلاكيه اللي بيحصلوا عليها في المعيشه اليوميه دي، بياكلوا ويشربوا
في غاز في كهرباء في مواصلات مشان الحياة. يعني على الأقل الواحد إذا عايش يعني تتناسب مع إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان نفسه. نعم صحيح. لكن للأسف الشديد يعني أنا تكلمت الكلام ده من بداية الثورة، حتى في ناس كانوا يقول لي لا نستمع ونستغل غازي، أنا والله لا عندي حزب جاي ولا عندي حزب كامل، حزب الاتحاد الديمقراطي زمان، الحزب الاتحاد الديمقراطي نفس الشرذم بعدة أحزاب، وحتى ما لاقين قيادات سياسية ذات قوة ده ما مجال. لكن أنا الحاجة اللي عايز أتكلم لك فيها إنه الناس دي أحزاب صغيرة جدا عقائدية للأسف الشديد سرقت الثورة من الشباب. نعم. والمكون مجلس السيادة بالذات هو الآن أصبح مجلس سيادة، كان مجلس عسكري بعد مخاط عسير. نعم. المكون العسكري الآن الموجود في مجلس السيادة هو العقب الكدود في إنه الثورة تحقق مطالبها، ولأسباب معروفة للناس إنهم عايزين بأي طريقة يقولوا للناس والله مدنيتكم دي يفشلوا المدنية بأي صورة من الصور عشان ما تستمر المدنية والديمقراطية والحرية. والدليل على ذلك وأنا الكلام ده تكلمت ذلك في الإذاعة الرياضية إنه الناس ديل عايزين يقولوا للناس دي المدنية اللي أنتم بتهتفوا بها وطالبتوا بها وكده حكم مصر. والله العظيم إحنا بنعرف ناس قيادات كبيرة جدا جدا وكانت في المكتب الرياضي للمؤتمر الوطني الان بمثل لسان بيضحكوا يقول لك دي المدنيه اللي انتم كنتوا بتنادوا بها دي المدنيه يلا قوموا صروا. لذلك انا برا انه الناس جوا الحريه والتغيير دي لجوا بدون خبره بدون معرفه بدون تمرس هم اللي وصلونا للحته دي. الان احنا يا استاذه عندنا مش انا ما بسمي لك الدوله العميقه، دوله موازيه داخل دوله. الان المستكبرين لحد الآن على المكون العسكري الموجود في كل القوات النظامية وكلهم ما دايرين المدنية دي تنجح لأسباب لمصالحهم الشخصية. الآن هم مسيطرين على الأسواق ومسيطرين على الخدمة المدنية، لا زالت ما حصل تطهير زي ما جهم في البداية بانقلاب عسكري وعملوا تطهير لكل الناس اللي كانوا موجودين في المؤسسات المدنية والعسكرية وخلافه. الناس ذي عزوا تماما على اساس انهم يعني صفوا الناس ذي من الاشياء دي، الناس استلمت السوق، الناس ذي 30 سنه الان الناس اللي بيجيبوا السكر ويجيبوا المواد ويجيبوا السلع ويجيبوا الحاجات دي كلها والادويه هم من ناس النظام السابق وموجودين ومعروفين والدوله بتعرفهم، البرهان بيعرفهم، حميدتي بيعرفهم، كباشي بيعرفهم، ابو ياسر العطا بيعرفهم، حتى المكون الان المدني بيعرفهم. ما في زول قدر الليل اليوم يوقف الناس دي. نحن يا اخي كشعب سوداني طلعوا شباب يا اخي الواحد في مواقف عمرهم ضحوا بارواحهم بدمائهم من اجل ان تعيش هذه البلد حياه كريمه، حياه حره، حياه فيها نوع من الحريه والديمقراطيه والتعدديه والعداله. الى انه هؤلاء الناس دي بقول لك بكل صراحه خانوا هؤلاء الشباب. كانوا الشباب الشباب ده بس نحن نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يتغزلوا في اعلى الدين مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ويصبر اهلهم الضحات والامهات واهلهم كلهم يصبروا. لكن دماؤه للاسف الشديد راحت هدر، ما في غطاس، ما في محاكم، حتى رموز النظام السابق للاسف الشديد والله محاكمات محاكمات بتاعت يعني مهزله. يجي بعد شوي يقول لك استغان رئيس الغضاء والله غالو، يجي بعد شوي يقول لك النائب العام استغان. ما نحن عارفين ذاته الان الناس دي المحاكمات دي يمكن ما انت حضريها في تلفزيون السودان يشهد الله المحاكمات اللي بيجيبوها في المسلسلات المصريه بيجوا عليها. داي بس شفت اللي بيجيبوها بتجي نوع من الهرج والمرج، صدرات ينط بيجاي، جمال عمر ينط بيجاي، زي الناس تقدرات دي الزات يتحولوا من أخطى اليسار لأخطى اليمين. كان شعب كل حكومة ويدافعوا عن الناس زي الناس زي الاستعمالية أستاذة عن حاكمه يقول لك اختصوا منه الناس زي قاعدين وفي ستة والله ناي هربوا هربوا ليه وهربوا كيف؟ إذا كان أنت عندك قوات نظامية موجودة وعندك قوات أمنية وعندك أشياء وعندك مخابرات ليه الناس زي هربوا طلعوا كيف من مطار الخرطوم ومشوا؟
انا بقول لك كلام. الان الثوره لم الحكومه السابقه الدوله الموازيه، انا ما بقول الدوله العميقه، لم تضبط بعد، لا زالت موجوده في مفاصل الدوله. ناس حمدوك يعلم الكلام ده، وحمدوك يوم طلع وقال نحن جينات نخلاف، يا حمدوك انت كنت من مطاريد اللي نغاي مشيت هجروك من بلدك، كنت طالب بتحضر للدكتوراه ولم تاتي للسودان، الى انه جيت على اكتاف هؤلاء الشباب الخطوط رئيس الوزراء، اطلع علينا عليك الله، انت كرئيس وزراء نحن ما لاقينك، انت عملت عليك، سخرت كل علاقاتك الخارجيه في رفع اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب، او كل الان المنظمات الدوليه بما فيها صندوق النقد الدولي البنك الدولي ان الان فتحت خط مع السودان. لكن للاسف الشديد انت ما اخذت لنا البدائل، شنو الشعب السوداني ما بيقدر يتحمل لك بعد ده السياسه والنفس الطويل بتاعت البنك الدولي، تحويل الجنيه ورفع الدعم كل يوم والمواصلات. يعني انا يا استاذ بمشي ولايه نهر النيل محلي قدامر ماشي بعيد عليه الطلاق، اسوق اسرتي غير 60 70 الف ما اقدر امشي هناك، دي خليك مع الضحيه. بقت المزعله مزعله صعبه جدا جدا. نعم لذلك نحن نتمنى من هذا الرجل في المليونيه دي يطلع لنا، ممكن يعني تنحيم البرهان يعني التنحي طوالي، احنا دايرين شفت جيش واحد جعد واحد، ما دايرين لنا قضايا ولا دايرين عنصريه ولا دايرين ما يسمى الحركات المسلحه تبعدنا في الخرطوم. الشعب ده تحس احنا دايرين الناس كلهم يخدموا البلد دي ويخلوا مصالحهم الشخصيه الضيقه. الشعب السوداني براه شعب متفاهم مع نفسه متعايش من الاف السنين، ما يقولون ده من وين وده من وين وده من وين. حتى العنصريه اصبحت تبقى في ظل النظام الموجود الان ده والحروب البلد، لانه في اي دينار الناس اصلا هم عملوا عليه في النظام السابق. على اي حال يا استاذ انا بقول لك كلام عديد، البلد دي الان في الهاويه. اي بلد دي زمان بيجي جل رئيس المخلوق بيقول لك والله نحن جيناك ناس البحر، نحن سوق ناس البلد دي ذات تحدد وكل السود وكل السوداء وراحت ذات البحر. الناس ما لم الكلام الكثير عبر القنوات الفضائيه والمحللين السياسيين وده خبير اقتصادي سابق، ده كلهم ما قدموا للبلد دي حاجه. نحن لازم ننهض من جديد، لازم نعد خطه للبلد دي قصيره المدى متوسطه المدى طويله المدى، انه نحن نخرج كيف. لكن نحن بالصوره الشايفه دي وكل شهرين ثلاثه نحن طالعين بمليونيه ولجن طالب، والحكومه بتجد بيقول لك الليله والله جاتنا من هنا انه رفعوا مننا كده كده من الديون. ده انا بعتبر التقدير اللي كانت بتعمل فيه الحكومه السابقه. نحن ما دايرين تقدير، نحن في ظل المدنيه والديمقراطيه والتعددية دايرين شفافية. يا حمدوك واط اطلع لينا الليلة في الخطاب مع المليونية دي، واطلع للشعب ده قاعدين ما في ذو الحياة بشكل، ورينا الحاصل شنو والمكون العسكري بيعمل في شنو. الشعب ده زي ما فجر ثلاثة ثورات من اكتوبر وابريل، احنا قادرين نفجر ثورة ثاني ونعيد السودان لسيرته الأولى، تجي حكومة قومية. حتى على أنا الآن لو قلت لك الناس بتطالبوا بالانتخابات المبكرة، ما في مؤسسات حزبيه يا استاذ الان جاهزه. احزابنا نفسها مشترزمه، كل الحزب الاتحادي عليه ثلاثه، حزب الامه عليه ثلاثه، دي الاحزاب الوطنيه الموجوده. الاحزاب العقائديه نفسها سواء كان بما يسمى بالجبهه الاسلاميه منقسمه للشعبي لوطني منقسمين، ما عندنا ناس الان. احنا دايرين حكومه الان قوميه بمعنى الكلمه، حكومه يكون فيها مكون مدني مكون عسكري، تكون هدفنا الاول والاخير هو رجعه البلد واخراج البلد من حزب الزجاج الان، حتى نرجع احنا يا اخي لينا في تجربه رواندا اسوه حسنه. الناس اللي كانوا بيتكاتلوا قبيلتين مع بعض الليله نهضوا من اعظم الدول في افريقيا في العالم. صحيح. لذلك فلما عمل كده يا استاذه البلد دي ما بتمشي لقدام. على اي حال نحن نبدو يعني ونحن والله يا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين الله يحفظ هذه البلد من الفتن ومن المحن والإحن وما ظهر منها ما بطن، تحفظ الانسان المسلم الانسان المسلم. نحن والله الشيء حافظنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى
يحفظ الجميع وجزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا 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 لمداخلتك يا محمد. أي أخطاء قلنا وسلبيات وأي حاجة محتاجة معالجة هنقول محتاجة معالجة. أي إصلاح في مكان ما هنقول محتاجين إصلاح في المكان الفلاني. أي عمليات بتاعت فساد هنقول في عمليات فساد في المكان الفلاني. أي انتقاد أي نقد أو أي كلام حيتقال حيتقال. الأخطاء دي محتاجة معالجات لأنه المواطن اللي بيهمه حاليا إنه الأزمة الاقتصادية اللي هو بمر بيها دي تعالج. القصاص العادل للشهداء وأسر الشهداء برضو لازم كأولى المطالب. ومعانا اتصال. ألو ألو، معك هشام رمضان جبارة من مبدا. معان منو؟ هشام رمضان جبارة من مبدا. مرحب بك يا هشام، متابع موضوعنا من البداية؟ أنا متابع الموضوع من البداية، وأنا أول حاجة من هنا أحيي شهداء الثورة. نعم. الشباب اللي قدموا أرواحهم التغيير. نعم لهم الرحمة والمغفرة. لكن حقيقة يعني بجد تفاجأنا إنه هذه الثورة هي سرقت من هؤلاء الشباب. نعم. وجانا مكون مدني ومكون عسكري، واتذكرنا إنه نحن الأسباب الأساسية اللي في هذه الثورة ستنتهي يعني صفوف الرغيف ومشكلة الوقود والتفلتات الأمنية. لكن للأسف يعني لقينا في صراع بتاع سلطة، تقاسم مناصب، مجلس سيادة، مجلس وزراء. نعم. مين الوزير مين كده. حقيقة يعني الشارع والشعب السوداني بقى هو يعني انفصل، بقى بعيد، هو بقى مشغول بمعاناته بقضايا يعني أكل العيش. يعني الواحد من الصواب بهم انه هو يصل مع شغله كيف ويجي راجع كيف، هل يلقى اولاده امنين ما امنين، يلقى عنده معيش او ما عنده معيش. للاسف حتى حمدوك ذاته احنا يعني انقذنا منه شديد جدا، كنا افتكرناه هو المخلص لهذا الشعب السوداني من خلال معلوماتنا الكاذبه انه هو زول بتاع الامم المتحده وزول علاقات واسعه ومشي في تجارب عالمية كثيرة بتاع الدول تغيير التحول الديمقراطي، ونحن ما زلنا نتمسك بالديمقراطية والمدنية. نعم. بأي شكل كان، لأنه الشباب دفعوا أرواحهم من أجل التغيير. وبرضه بنقول مبروك للسلام اللي وقع في جوبا، ونتمنى أنه يكون السلام من الثورة دي يعني محرا للسلام كامل. نعم. نسكت أصوات البندقية والناس تكون آمنة في كل المناطق، كذلك تحصل عملية تنمية مستدامة، تنمية متوازنة. أتمنى أن تكون الهجرات يعني التنمية المتوازنة بتخلي الهجرات الحقيقية للولايات، لأن ننمي الولايات. نعم. الاكتظاظ الحاصل في الخرطوم والمشاكل بتاعت الفجوه بتاعت الوقود، لانه ما في موازنه. الدول لو دار يجي يعمل لها عمليه بسيطه بتاعت الراجل اللي يجي الخرطوم. ما انا دار تدي الا تجي الخرطوم. صحيح. ليه ولايات بمستوى مدن عالي جدا؟ ليه المركز ما يمشي يبني فيها مستشفيات في الطرق وبموازنات تكون توازن الخرطوم؟ نعم. حتى التعليم ليه ما يكون في كليات يعني لجامعه الخرطوم والجامعات الكبيره على مستوى الولايات؟ نعم صح. حتى المصانع التحويليه احنا ليه نجيب الكول من اقصى بهارفور نجي نعصره هنا؟ وليه نجيب البهايم تكون ماشي ثلاث شهور من الغرب عشان تيجي في المسبح بتاع الجيلي وغيره؟ ليه ما تكون في مصالح على مستوى عالي في مناطقها تكون قللنا تكلفه الانتاج ويكون شغلنا ابناء المنطقه ذاته، ونعمل مصانع تحويليه للمنتجات اللي تجي صحيح للباقيه؟ نعم. فأنا داير أفتكر إنه المليونية إذا طلعنا مليونية الليلة وطلعنا مليونية بكرة وما في استجابة من الذين الآن هم غايبين على عمر الدولة، إذا بكون يا أبو زيد ما غزيت. ونحن المفروض ننظر لتجارب الدول الثانية اللي نهضت. بالذات أنا أفتكر الدعم التنموية اللي كانت دول النمور أو شرق آسيا هي كانت أنا أفتكرها تجربة، إذا كان مثلنا ماليزيا، إندونيسيا،
فيها تجارب، فيها شعوب قادره وشعوب منتجه للزراعه. بس السودان الان حصل تحول، عندنا بترول، عندنا ذهب، لكن غير مستغل بطريقه سليمه زي انه يمشي موارد الدوله. كله ماشي للشركات بتاعت افراد، ما عندهم علاقات مع النظام السابق وما زالوا ممتدين مع النظام الحالي. الازمات الموجوده الاقتصاديه هي نصها مستعله من خلال بعض النظام السابق. انا بفتكر انه يعني حمدوك ما عنده ردود افعال، الشعب يعاني، وحتى الشباب الثوريين دي اللي لقوا نفسهم مشغولين بتنظيم عمليات الخبز وغيره، بعيدين عن السياسات. الاحزاب السياسيه تتنافس ما بينها في من سيكون والي للولايه الفلانيه ومن سيكون وزير بدون اي نتائج. انا افتكر انه من جهه الثوره الان احنا قد يكون شكلنا ثلاثه حكومات والناتج بتاع صفر صفر يعني. فوق على ذلك اخطر ما في الامر التفلتات الامنيه الموجوده. نعم. او ما تسمى بعصابات النيجرو. هذه الدولة كاملة ومكون عسكري بقيادة البرهان وغيره والدعم السريع، هم ما قادرين انه يكفوا عن هذه. أمنية مسائل مفتعلة على انه يكون في ثورة ثانية والناس ترفض المدنية وتقول العسكرية لأنها هي ممكن تفضل. ليه الناس لما نتعامل معهم بالقانون؟ إن القانون جنائي. نعم. نقبضهم محاكمهم. أنت بتقبض المجرم الآن يجي يسلم لك في البيت عشان يجي جيل بيضربك مسلحين، اذا ضربته بيجي بيقول لك الزول ده انت بتدخلوه بالسجن. صحيح. انا بفتكر انه فوق على ذلك انا بفتكر في مشكله كبيره جدا قبل كم ايام، مشاكل قبليه في الجبال الشرقيه في جنوب كردفان. نعم. مشاكل قبليه الحكومه ما قادره تتدخل فيها. مشكله بتاعت نفر واحد بيقتلوا فيها 50 نفر، الناس بتتفرجوا. المجرمين لا يقدموا الى المحاكم، يقولوا انه فلتوا مننا ومشوا دول قريبه او كانوا. فانا يعني دار اقول انه والله الثوره ما دارين نندم على الثوره. نعم. دارين نصحح، دارين نمشي في مسار سليم. نعم. حتى القوه السياسيه الموجوده انا بستدرى هي قوه ضعيفه جدا لا تستطيع انه يعني تحقق تحول ديمقراطي. فاذا كان عندنا قوه سياسيه واحزاب قويه كان الان الفتره الانتقاليه ممكن تكون فتره قصيره جدا، نقدر ننتقل الى صناديق الانتخابات ونخلي المواطن هو يغير يحدد انه من هو يحكمه من خلال تقديم برامج واضحه. انا رسالتي هنا لسيد رئيس مجلس الوزراء وزي ما ذكروا كل الاخوان المتحدثين انه يطلع على الناس يورينا البرنامج بتاع الدوله شنو. هو رئيس الحكومة الآن، هو رئيس الحكومة، هو المسؤول عن الوزراء الموجودين. ليه ما يطلعوا الشارع يشوف المشكلة بتاعت المواصلات شنو، المشكلة بتاعت الخبز ليه؟ نحن نهين بالشعب السوداني يعني، الشعب السوداني الطيب الآن هو كل زمنه هو في صفوف المواصلات. البنات غير آمنات، جاية من الجامعة بيخطبوا تليفونها، بيخطبوا جلستها، المسائل دي دي انا ما عارف داير يحلها منو يعني. للاسف انا قبل كده واحد رئيس بتاع قسم الشرطه مشيت له قلت له بيحصل شارع زي كده، قال يا اخي انتوا ما تمرقوا للناس دي تشيلوا عصايات ولا يعني ده مدير بتاع شرطه بيتكلم بهذه الطريقه يعني. فما بالك انه نحن نعمل نفسنا نجيب لنا سلاح نبقى زينا زي ليبيا، نبقى زي الدول اللي حصل فيها مشاكل. فوق على ذلك انا اتمنى انه الحكومه تسعى جاده في تنفيذ بنود اتفاقيه السلام بالذات الترتيبات الامنيه على اساس انك تقدر تعرف ده منو. ونحن يكون لنا جيش موحد، شرطه موحده، مش دوله واحده فيها اكثر من جيوش شوارع، اكثر من جهات غير ما معروف هي تعمل سلاح. انا شاكر لغلاف الهلال لان انا مجرد ما جات الثوره انا قبل كده برضه تم استقاله في القناه، هي قناه هادفه متحرره ونتمنى من القنوات الاخرى تهزو حزوها يعني واستضافت عدد كبير جدا من الثوار. نعم. وحكوا عن الملاهمه ملاهم الثوره وكذا، ونحن نتمنى انه تمضي القناه في انها تكون قناه يعني رائده، قناه متحرره، قناه يعني جد تقدر تصل صوت المواطن. واتمنى انه يكون عندكم استطلاعات في الشارع
في ناس ما بيقدروا بيتصلوا زي اتصالنا بها يا جماعه، يعني يقدروا يحققوا انه هو يطلعوا صوتهم. اتمنى انه يكون في استطلاعات حتى موجودين موجودين يا هشام في الشارع و و و و ويمشي محل الخبز يسمع امهاتنا قاعدين ينوموا تلقى لها 10 عيشة تكون نايمة من بالليل وهي غير آمنة برضو صحيح. برضو بعد النظر بالأفرام دي في ناس تعرضوا إلى يعني نحن أيوة صحيح. أنا دار أركز في المسألة بتاعة الأمن الذي يطعمهم من جوع وعملهم من خوف. نعم من الحليف بقول كده وين الحاجتين ديل من الثورة؟ الحاجتين ديل ما موجودات. نعم يمكن السودان في أي لحظة يكون يعني دولة يعني تصل لاحتراف. انا لو انا هشام ده لو حصلت لي ظاهره من الظواهر بنفس الاعتداد وغيره بكره انا حمشي اجيب سلاح وغيره حاضرب وراح يضرب. فيعني احنا نتمنى سيد حمدوك دي مو رساله موصله من هنا انه الامن هو المسؤوليه الاوليه تجاه المواطن. نعم دول لو ما عامل في بيته ما حيكون انه يعني ممكن يقدر يكون عنده ولاء لدوله او للسلطه او للحكومه. نعم انا داير اقول رسالتي لكل اعضاء مجلس الوزراء اللي جو حتى الناس اللي حملوا السلاح اللي مشوا برا وهم حركات مسلحه والان تحولوا الى قوه سياسيه مشاركه في السلطه وفي والترتيبات الامنيه. انا بقول لهم انتوا دي ما الرساله اللي انتوا حملتوا فيها السلاح، حملتوا رساله من السلاح من اجل ان تصلوا لحل قضايا مواطنينكم في ولاياتكم في مناطقكم. نعم. الان الناس هم موجودين على ضفة السلطة رئيس مجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وخالد خالد دمو نص غير معانا الآن أين الرياكشن بتاعه يعني أفعاله في تجاه قضايا المواطن. نعم جبريل رئيس مجلس الوزراء واحد من الجبهة الثورية وكل يومين يجي يقول احنا رفعنا الدعم علينا جيلنا ناس. طيب يا جبريل انت كنت في الخلاء وقبل المدير في زمن حكومه نظام المدير كنت بتتكلم عن المواطن في قضاياه وانت كيف تستجيب بكل بساطه للبوز بين ترفع الوقود والناتج بتاعه بيطلع للمواطن فيه. رفعت جيلون بتاع بنزين طوالي بكره بتاع البقاله تزيد بكره بتاع بقول لك التراخيص زاد فهو دوره شنو يعني؟ ما قادرين نفهم. احنا بنفتكر انه هم يعني لو جيت الوزارات الثانيه وزاره التنميه الاجتماعيه برضه بتلقى الوزير هو تابع للقوى الجبهه الثوريه. لو جيت اي وزاره من الوزارات يعني بيلقى برضه وزير التجاره وزير الصناعه بالجامعة ابراهيم الشيخ واحد من الثوار. وين دوره في انه نحن الصناعه يعني اللحظه الصناعيه وعلى القضايا بالنسبه للمواطن في السلع وكده. انا بفتكر انه نحن ما دار اقول اتخذلنا في هؤلاء الناس كانوا ثوار مدنيين او كانوا ثوار عسكريين يعني الشعب السوداني. انا 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 ما دايرهم يكتب انه والله المكون العسكري والمكون غيره. المكون العسكري ده موجودين في السلطه حتى طلعتوا قرار ما نفذتوه. حتى طلع حمدوك في بيان انه هو في عراقيل هو جابه منو ما جابوا الشارع. شوف شبرة الشارع هيكون شنو؟ إذا هو بخاف من شنو؟ نعم no. هو بخاف من شنو رئيس مجلس الوزراء؟ يدينا كلام واضح إنه والله no. إحنا الثورة دي برنامجها قدمناه 1 2 3 رفض من 1 2 شوف الشارع هيعمل شنو؟ على شنو صحيح مسار الثورة؟ no. أنا سعيد وشاكر جدا لقناة الهلال شكرا الثانية والثالثة شكرا لك يا هشام. ما زلت أكرر أقول إنه أنزل الشارع أعمل استطلاعات في مناطق الخلل بالذات رسالتي الأولى الأخيرة الأمن. أكيد. الان اخواتنا ما امنين يعني انا بقول للرجال صحيح. انا حضرت ظاهره ظاهرتين مسدس في شارع امام الملا قالوا نعم صحيح قالوا تليفونا المواطن ذاته ما قادر يتحرك لانه ده شايل مسدس صحيح. في شارع النيل انا كنت موجود في شارع النيل حتى الساعه 12 كسروا عربات بتاع الناس صحيح. لما جينا لنا في الشرطه وناس المباحث جانا الناس المسلحين ما قادرين صحيح. الشرطه بتكون كده انا المواطن دوري كده شكرا اكيد ان شاء الله ان شاء الله توصل رسالتك شكرا شكرا متابعين والشعب السوداني كله متابع انه في معاناه احنا قاعد نعانيها يوميا. يا محمود طيب بعد ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم واتمنى القبول اتمنى ربنا يتقبل
كل شهداء الثورة. لهم الرحمة والمغفرة. محمود لو أنت بتسمعنا من التلفزيون أبعد من التلفزيون واسمعنا من التلفون. كويس تمام إن شاء الله. مع الأسف فقدنا الاتصال. فليه مكتوب على ناس تعاني؟ ليه ما يكون في نهاية للحد ده من المعاناة؟ مع اتصال جديد. ألو فقدنا الاتصال. ليه ما يكون في نهاية لمعاناتنا دي؟ ليه ما يكون في يعني متطلبات ما ممكن زول يكون بيطالب بأساسيات حياة بلقمة العيش؟ معنا اتصال. ألو الو. الو مرحبا. عليكم السلام والرحمه. معك مصعب محمد عمر. مرحبا بك يا مصعب محمد عمر. صباح الخير عليك. سامع موضوعنا من البدايه؟ حنور متابع موضوعكم. ذكرى طيب. مليون 30 يونيو. نعم. اول حاجه بترحم على ارواح الشهداء وربنا يتقبلهم ان شاء الله. له الرحمه والمغفره يا رب. وبهنيكم انتم قناه الهلال على انكم دائما بتسلطوا الضوء في حضرة الوطن. نعم. ذكرى 30 يونيو الو. ايوه معك يا مصعب. الو. ايوه يا مصعب نحن سامعينك. انت سامعنا؟ انا كده سامعكم. ايوه. طيب اتفضل. اول يعني الفترة الانتقالية الحاليه دي المكون العسكري كان المكون المدني. نعم. الموضوع ده هو تراشق باتهامات. يعني المكون العسكري يتبع السياسات الخارجيه والمكون المدني بيحسس او يصور للمواطن انه المكون العسكري ما متعاون معه. ده اول حاجه. ده سبب من الاسباب تحت الحكومه الانتقاليه. بعدين احنا لو ما يعني احنا كسودانيين اول حاجه السلام المستمر. يعني احنا لو ما عشنا في سلام مستمر كلنا ونزعنا القبليه دي بعيد مننا صدقيني ما حننهض البلد. نعم. ده الشيء الاول وده الشيء الثاني. وما عايز اطول عليكم وبهنيكم انتم قناه الهلال على الشمعة الرابعه وإقالة الشمعة الخامسه. شكرا 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 لك يا مصعب. فمفروض زي ما ذكرنا انه تكون في نهايه للازمات دي. في كل مره بتطلع مواكب مطالبه بنهايه ازمات اقتصاديه بنهايه سياسات برضو بتتبعها الحكومه وفي نفس الوقت بتطالب بقصاص الشهداء وتحقيق العدالة وأيضا كل الانتهاكات اللي انتهكت في حق أي فرد في المجتمع السوداني مفروض أي فرد يحاسب فيها وما نستثني أي أحد ومحاكمات عادلة بنصوص قانونية وتكون أمام الناس ومعروفة لدى الجميع والبينة موجودة والدلائل والشهود كمان موجودين على كل الانتهاكات اللي انتهكت في حق الشعب السوداني. معنا اتصال. الو الو. صباح النور يا ملايكة باشي. عليكم السلام. صباح النور. منو معنا؟ تحية والله بنبعثوك نيازي خليفة. مرحبا يا نيازي كيف اخبارك؟ كيف عاملة ومنورة اليوم الله. الله يخليك بنورك يا نيازي. الله يخليك. الحمد لله بخير ماشي الحال. متابع موضوعنا طبعا. نعم متابع. نعم. طيب ورينا مداخلتك معانا ورايك. نتمنى يعني انه يعني الناس الثوره هي حقها ولها مطالبها يعني دائما. نعم. الناس الوفود الطلعه دي ما طلعت من اجل هدف معين المفروض دائما يهتمون يعني. نعم. ما يكونوا الشهداء الدم والراح تاعي يعني الشغله ذاتها بنقول تحير. المفروض ان المواطنين يخدوا شعور المواطنين الاسعار الفائده الحد اي زول بيسعر بخشمه الغاز والعيش يعني الشغله ذاتها استاذ منال
ما عاد حيصفك توصيف هذا قبل شنو يعني. نعم. الو يا نيازي؟ طيب فقدنا اتصال مع نيازي، اتمنى نيازي يرجع يتواصل معنا من جديد. وكل كمان اللي قاعد نطلبه من ضمن المطالب اللي بيطالبوا بها كل الثوار الصراحه ومبدا الشفافيه والمصداقيه ما بين الحكومه وما بين الشعب. دي من المطالب الأساسية اللي بنطالب بها دائما، إنه يكون في مصداقية بيننا وبين الحكومة، بيننا وبين الوزير التابع للجهة ما بتختص بمجال ما محدد، يكون في يعني خلينا نقول إنه إحنا نكون في تحديث دائم، لأنه الحاصل شنو في المجال ده، عندنا مشاكل بتواجهنا في الصحة كذا وكذا وكذا وكذا، وبحوجة لأنه إحنا نعمل كذا وكذا وكذا، عندنا مشاكل في مجال التعليم برضو كذا وكذا وكذا، وبحاجة ان احنا نعمل كذا، ومعيقاتنا كذا، والحاجة اللي بتواجهنا كذا، عشان الشعب يكون معاك على بينة في انه انت بتعمل في شنو، وانا كشعب عارف انت بتعمل في شنو. معنا اتصال. الو. الو، مرحبا. عليكم السلام. قناة الهلال. الو. ايوه مرحبا. مرحب مرحب. منو معنا؟ معك محمد عبد الحكيم سليمان. محمد؟ ايوه مرحبا بك يا محمد. سامع موضوعنا من البدايه؟ ايوه سامع موضوعكم من البدايه. شاركنا طيب رايك. اول حاجه انا والله مبسوط من قناه الهلال. نعم شكرا. لانه ما ابغى انا اسد المواطن حريتي كده انه اتكلم عن الوضع الحاصل وكده. نعم. وانا والريحان والعصي والله. حابب اقول لك التحيه. التحيه لك اكيد يا محمد. عموما الهلال ونادي الهلال وقناه الهلال هي دار عامره لكل الاحباب سواء كان هلال ولا مريخه. مرحبا بك. التحيه لك والله. نعم. اول شيء الحركه الاسلاميه كان ارهابي لوجهه نظر شخصيه، والاحزاب هم اللي دمروا السودان ومرجعين لورا من ناحية اقتصادية، من ناحية رياضية، ثقافية، أي حاجة. الذكرى تحت الليلة دي ما عملنا فيها حاجة، دي وجهة نظري. يعني الذكرى ممكن 30 يونيو 2017 فقدنا فيهم 3 شهداء في مدرمان. فدما الناس طالعة عشان تسقط الحكومة يا جماعة، الناس ما طالعة عشان يعني ذكرى وكذا وترجع البيت وبس. دي وجهة نظر شخصية يعني. نعم. فإن شاء الله يعني الناس تتقبلها. نعم. وشكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا لك يا محمد. الله يسلمك. فغياب مبدأ الشفافية والمصداقية والصراحة ما بين الحكومة وما بين الشعب دي حاجة يعني خلينا نقول بتحدث فجوة بين الشعب وبين الحكومة، في انه الشعب ما قادر يعرف الحكومة بتعمل في شنو وسياسات المتبعاها هي شنو، بالتالي عندي واقع ملموس اسمه انا كمواطن او انا كشعب، عندي ضائقة اقتصادية، انا ما قادر اعيش، انت ما قادر توفر لي لقمة العيش، بالتالي بغض النظر عن انت بتعمل في شنو انا شايف سياستك غلط، لانه انا كمواطن عندي حق من حقوقي الأساسية أنت ما موفر لي، والمتوفر والموجود فيه ندرة وأنا ما بقدر أتحصل عليه، فسياستك أيا كانت اللي أنت ماشي فيها اللي أنت شايف من وجهة نظرك الشخصية هي صحيحة، أنا بالنسبة لي كمواطن أنا ما بعرف أنت بتعمل في شنو ويا اتجاه أنت ماشي فيه، وبالتالي ما بعتبرك في اتجاه صح ما لم تكون معي في مبدأ شفافية وصدق وصراحة إنه إحنا بنعمل في 1 2 3 عشان في 1 2 3 وفي معيقات كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا بحاول أصلح كذا وكذا وكذا عشان أقدر أوفر لك كذا وكذا، والمدة حاجة دي أقصاها كذا وحقدر أوفر لك حاجة كذا وححاول إنه دي كلها حاجات بحتاج لها أنا كمواطن عشان أنا ذاتي أقعد مع نفسي أضرب حساباتي في إنه أنا لكم سنة حكون بعاني في المعاناة دي. معنا اتصال. ألو. يعني تكلم في الكلام ما قاعد يفضل. ألو.
هلا مرحبا، السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام والرحمة، صباح الخير. صباح النور يا أستاذة. مرحب بك، منو معانا؟ منورين والله، معك جعفر سيد. مرحب عبد الرحمن. مرحب مرحب بك يا جعفر، حبابك. سمعت موضوعنا من البداية؟ والله سامع إن شاء الله. طيب اتفضل شاركنا رأيك. والله أخي نتمنى إن شاء الله إن فعلا تكون دي آخر مسيرة، يعني نعم تكون آخر مسيرة والشعب السوداني ينعم بالرفاهية ولا الحياة الكريمة إن شاء الله. بس أهم شيء نطلب الله الحياة الكريمة. نعم دي أبسط حاجة يعني. نعم جزاكم الله خير. الله شكرا الله. شكرا شكرا لاتصالك يا جعفر. وكمان قواتنا النظامية المختلفة من أجهزة شرطية وغيرها، إحنا محتاجين إنهم يكونوا في صفنا، في صف المواطن، جيش، شرطة، غيرها من القوات تكون في صف المواطن تحمي المواطن. الشرطة في خدمة الشعب والجيش جيشنا، دي كلها شعارات مفروض تكون ملموسة على أرض الواقع، إنه أي حاجة ممكن تحصل في البلد أنا ما بكون خايف، أنا متأكد إنه أنا عندي شرطة بتحميني، عندي أي فرد من أي جهاز ما لابس نظام لقيته واقف في مكان أنا حصل لي ضرر في مكان ما بلجأ له، أنا متأكد إنه يساعدني أو حتى يدلني على المكان الممكن يساعدني، مش يخلي مسؤوليته مني، زي ما أنا منه هو مني، هو شعب وأنا شعب، هو واجبه إنه يحميني وأنا واجبي برضو إنه أنا ألجأ له لما أحتاج، إنه أنا أكون عايزة زول يحميني. ده واجبي كجهاز شرطة، واجبي كجيش إنه أنا أحمي الوطن ككل بما فيهم النسمات القاعدة جوا دي. فلما أجهز لما أجي لأجهزة نظامية مفروض تكون في صفي، مفروض تكون تساعدني وتقيف معي، تدعم حقي أو تدعم حقوقي، عندي حق في حرية التعبير، أول زول حيدعمني هو الجهاز الشرطي، عندي حق في إنه أنا أتظاهر تظاهر سلمي، أنا عندي جهاز بيدعمني وبيقول لي أنا معاك واقف وحامليك تظاهرك ده من أي مندسين ومتربصين ومخربين وغيره، أنا كجهاز شرطة موجود هنا لحمايتك، واقف في صفك أنت ك مواطن، عشان دي حقوقك علي كجهاز شرطة ودي حقوقي أنا كشعب اتجاه الشرطة، إن أنا ألجأ لك، ده حقي أنا إنه أنا ألجأ لك زي ما هو حقك إنه أنا ألجأ لك زي ما هو حقي إنك تحميني. معنا اتصال. ألو ألو مرحبا، عليكم السلام. تمام منو معنا؟ تمام اسمعنا من سماعة الهاتف وابعد شوية من سماعة التلفزيون. عوض حسين معك. يا عوض بس اسمعنا من سماعة التلفون. اي سامع. ابعد من التلفزيون. ابعد. طيب سمعت موضوعنا يا عوض؟ اي سمعت موضوعكم والله. طيب اتفضل شاركنا رأيك. والله بحينا في الثورة وفي غلاء شديد والله. شكرا شكرا لك يا عوض. الله يبارك فيها. الله يخليك، شكرا لاتصالك يا عوض، يديك العافية. فما حتردد ثانية أنا كفرد كمواطن سوداني في أنه أنا ألجأ لأجهزة شرطية أو أجهزة أمنية، أنه أنا أشكي الضرر الواقع علي وألقى أنه في زول بيحميني وفي قانون كمان بيحميني، أنا قاعد في بيتنا ما آمن، ليه أنا هلجأ للشرطة؟ بالتالي الشرطة حتعملني، أنا طالع الشارع ما آمن، أنا عندي بدل أنا ألجأ لوسائل تخليني أنا أحافظ على نفسي بطريقتي، لأنه أنا بمشي ما بلقى زول يقيف معي، لا أنا ماشي الشرطة عشان الشرطة حتقيف معي، حتحمي حقوقي، حتحمي أسرتي، حتحمي بيتي، حتحمي الشارع أن أنا ماشي فيه، حتحمي ممتلكاتي. ألو ألو مرحبا. صباح الخير. صباح النور، منو معنا؟ معك صفية. مرحبا بك يا صفية، متابعة موضوعنا من البداية؟ والله متابعاتي بتتكلم عن الذكرى 30 نعم. يوليو وتكلمت كثير يعني سمعتك. أيوة نعم تفضلي. يعني ربنا يتقبل شهداء الثورة. نعم.
والجرحى وكل الذين يعني عانوا في مثل هذا اليوم وكذا يعني. نعم يا رب. والله تكلمت عن الطائقة المعيشية وزي ما قالوا الحاجات كلها ما بيكفي يعني الفرد. نعم. وضاغط بالناس يعني. نعم. فبجد حتى الحلول اللي بتاخذوها يعني حلول وقتية يعني. نعم. وقد تكون ما بتنفذ فيها كثير يعني ما في تنفيذ في أرض الواقع. نعم. بجد وعودات لكن احنا نتمنى انه الوعودات تكون في يعني بجدية ويكون في رغابة ويكون في حياة كثيرة لأنه الحياة الأسعار دي مزايدة بمتوالية هندسية يعني في كل ما أصبحت تلقى الحاجة يعني زايدة زيادة مبالغ فيها. صحيح. ونحن جارين مع الأسعار وما قادرين نلحق الحاصل شنو ولا قادرين نفهم ذات عرفتي. صحيح. فالواحد في الليلة ما يشتري بكرة تشتري بحاجة أغلى. صحيح. فبجد يعني احنا والله في يعني زول ما فاهم الحاصل شنو احنا بيجينا قروشنا عبارة عن ورق. نعم. عرفتي؟ في مقابل أي عملة أخرى. يعني الليلة لو مشيت مصر القريبة دي انت قريشة ممكن تشيل لك شوالين ما حنقدر نجيب لك حاجة بسيطة عرفتي؟ صحيح صحيح. ففقدنا الدين حقنا فقد قيمته نهائيا وقع في التراب بقى ما في كله كلها يعني بيشيل لك كم بتاع قروش وبيجيب لك حاجة بسيطة جدا جدا. نعم. فنحن على الأقل الناس تنعش الاقتصاد ودي نحن بذاته على الأقل يعني لو ما بقى نص العملة بتاعت الناس البرة يعني هسه حقنا ده مرمي في التراب والله بجد يعني نحن لو أي زول لا أعراض الله إن جيت حصلت لك حاجة وداير تمشي برا السودان معناته مشكلتك مشكلة. نعم. عرفتي؟ نعم. فنحن بجد يعني في ضائقة ما معروفة وأي حل اللي حلها بيكون يعني ما حلول ما ناجعة. نعم. عرفتي؟ فالشعب السوداني قد يكون فقد كل ال 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 الآمال اللي هو كان بناها يعني إحنا قبل الثورة ففي حاجات وعودات مجانية التعليم مجانية الصحة ما بعرف الحاجات بتكون أقل فالناس كانت بنت آمال كبيرة جدا لكن لما جينا لأرض الواقع فتكون بقت كلها بالفشل يعني بيجينا في حياة مضاعفة جدا جدا يعني حاجة ما عادية عرفتي؟ فالشعب بقى مغلوب على أمره يعمل شنو يعني الجامعات بقت غالية المدارس بقت غالية حتى الكتب يعني يعني سبحان الله يعني الواحد صحيح. انت زي ما قبل اتدربتي كان زمان البيت الزول واحد ممكن يشيله لكن صحيح. كل الناس شغاله صحيح لكن ما بتعملي هي ما بتغطي بعد ده ما بتقدر تضبطي تعملي هنا والسوق ما مضبوط يعني الليله ما ممكن احنا تحرير السلع ونخلي التجار هم المسيطرين في الموقف يعني صحيح الا قال الناس يكون في رغابه الناس تحس بالزول الضعيف لان الليله انا لو اشوف نفسي بقول انا كذا ما بال الاقل مني صحيح يعني زول يحس بالاقل منه صح انت لو اصلا في رفاهيه انت الليله كهربتك ماشي ومويتك ماشي وماكل وشارب في متناول اليد انت كذا حس باخوك الثاني اللي يكون اقل منك درجه هو بيتحصل على الحاجات دي كيف عرفتي؟ وحتى الحاجات اللي نحن المقتبسه اللي بقت في السودان الكتيل السرقات أنا ما بقول ده مبرر إنه يخليك أنت تقتل وتسرق، لكن في مرات في زول بيكون ما عنده حق الياكل عرفتي؟ نعم. ففي سلوك مكتسب، أنا داير أقول لك كل الشعب السوداني بقى حرامي، لكن اكتسبوا صحيح، ما هي الضائقة الاقتصادية يا صفية خلت الظاهرة دي نمت بشكل كبير جدا في الوقت الحالي. فالناس حتى أنت لو جيت حتى ما أظن تلقى حاجة بتكفي رمغة، وحتى لو اشتغلت أنت الشيء اللي بدوك له يعني مقابل الشيء اللي بدوك له أصلا ولا في السوق الموازي بيعمل لك شيء. صح. فالناس اتسلك السلوك، أنا ما داير أقول الناس حرامية، لكن صحيح. والله يعني اجبروا الواحد يكتسب سلوك عشان يكتب له ما تعيشه عرفتي؟ عشان يحافظ على نفسه وانه ما من الانقراض وحتى اكيد ان احنا قاعدين ناكله يعني نسال الله السلامه لو جات حاجه اكبر من كده لانه حتى الناس بتملك بطونها لكن ما الغذاء ما فيه فايده ما مفيده بس حاجه خاشه الجسم لكن ما مفيده الجسم بس ما مفيده لو جات اي مصيبه ممكن احنا نكون في محبه الريح يعني بس صحيح. ما داري يعني يسيب بس رمقه ويملى بطنه ناهيك انه الحاجه اللي انت بتاكلها شنو صحيح فالناس الرفاهيه دي خلتها يعني دايرين بس كيف بتناول لقمه العيش وكيف انها يعني الزول من ما يصبح يعني الصغير الكبير هو بيفكر انه ياكل شنو يشرب شنو فالرفاهية احنا بيجينا دي حاجة ثانوية بالنسبة لنا، فأنا دايرة كل الساسة اللي بيجوا على الأقل يعني المواطن البسيط ده يعني عينهم عليه يعني احنا ما ممكن نتولى الكراسي
هم جابونا وهم الطهوا بدمائهم وبحاجاتهم كلها، نحن نضرب بيع أفضل حائط. وإنت يعني دائما نحن دي سياستنا يبشرونا بالخير، لكن مجرد ما يجي للكرسي المشؤوم ده خلاص بيتغير سياساتهم، والمواطن ده يعني هو كأنه ما كان جاء من الشارع وكأنه ما كان هو عارف الدائرة بينسوا. نحن ناس نستعين جدا جدا، فنحن قلنا نعتبر الناس اللي طلعت من أجل، والناس اللي هي طلعنا ما طلعنا إلى مشاكل ولا طلعنا إلى حاجة، الناس طلعت للجوع، الناس طلعت إنه دائرة تحسن الوضع الاقتصادي، لكن يعني الحياة تضاعفت أكثر مما يجب، أكثر مما يجب. يعني زول ما يقدر يتخيل إنه 20 أضعاف ولا 50 ضعف الحياة اللي أنت كنت طلعتها من أجلها. فده ما كان الهدف، ولا كان دي الثورة الناس طلعت من أجلها. فبجد الناس يعني أدوها أعمال كثير، والناس صبرت. والله أنا ما أقول الشعب السوداني ما صبر، والله صبر ما فيه الكفاية، وكل ما قالوا حاجة بيصدقوها. فدائما الإنسان لا من ما نبقى زي الزمان الدرسوه له وعثمان والإبراهيم الكذاب، يعني لا كل مرة يقول الجيب الجيب. في النهاية احنا فضتنا يوميا يجيبوا الكلام احنا نصدق تحذير. كده احنا دايرين حاجة خطط إسعافية، ما تكون إسعافية، دايرها تكون دائمة. نعم. تكون الناس تستفيد منها، يعني تكون مؤانية كمان الناس تستفيد. حتى احنا السلام يعني ادينا فترة السلام سنة، فلهذه لا في سلام في أرض الواقع. صحيح. الخطاب السياسي والله ملينا، واحنا دايرين حاجات ملموسة. صحيح. حاجات يعني ملموسة على أرض الواقع. السلام وينه؟ السلام اللي احنا نادينا به وقعدوا سنتين ولا سنة عشان دارين، وين الترتيبات الأمنية؟ وين الحاجات؟ في انتهاكات شديدة بالنسبة للمواطن بجد يعني. فوالله احنا يعني ضاغط بنا الدنيا زي ما قالوا، بقت زي قد الإبرة بنتي. الناس ضاغط والله، ما قادرة تمشي وين، وما في ملاذ آمن الناس تلجأ عليه. صحيح. والناس كلها أسلوبها ذاته بقى، ما أسلوب بتاع خطابة إنك تخاطب الزول عشان أنت تهدئه، فأنت بدل تهدئه بيصيروا أكثر. عرفتها؟ فما تخلي المواطن لحد ما خلاص يتفجر ويبقى سيطرته، يعني هسه كثير في ناس فقدت السيطرة يعني. صحيح. فأتمنى إنه الناس يعني يكون في حل ناجح. نعم. عشان الناس يعني، لكن ما يكون في حاجة خطط إسعافية، ليه أنت يضغطوك حتى تجيب الخطط البديلة؟ ليه الناس ما عدوك براحة الزمن ما تعمل الحاجات دي؟ عشان الناس يعني حتى الناس ما بتصدق، أنت لو ضغطوك وبتيجي تحط خطط إسعافية الناس تفتكرها إنه ده تخدير ولا ده بس للدائرة، وأنت بعد شوية بترجع في حالتك القديمة. لكن الحياة دي مفروض من زمان في متسع من الوكيل في حاجات، لأنه أنت لو نجيت وقلت إحنا الاقتصاد من نعيشه، ويعني بنينا آمال ما تتخيليها والله ما تتخيل. حتى الزول اللي في يده داير يشكو علشان حتيجي تعيش رفاهية، فالناس زي ما قالوا اصطدمت بالواقع اللي هو المعاش، وربنا بس يصف الحال. وانا اتمنى انه الليله المسيره تكون سلميه بقدر ان شاء الله باذن الله تعالى، وربنا يحفظ. شكرا 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 لك يا صفيه، شكرا لاتصالك معنا. في ختام حلقتنا اليوم من الاف ام، هنذكر بس في مجمل الحلقه دي طالبنا بمطالب اولها واهمها قصاص الشهداء، قصاص الشهداء، قصاص الشهداء واسر الشهداء وامهات الشهداء، حقهم علينا انه نجيب لهم حقهم، انها تنوم سلام قريرة العين، انه قدرنا نجيب لولده حقه، قدرنا نجيب له حق ولده من الزول اللي قتله بقصاص عادل. حابين نقول مجد الخلود لشهداء ثورة ديسمبر، والعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة العاجلة للمفقودين والمغيبين قصرا. ونتمنى يا رب يا رب وطننا نحلم به يوماً.